صباح النور، صباح الخير، مرحبا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البداية بأخبار دورة نهائي ذهب لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الذي سيجمع ممثل الرياضة وكرة القدم التونسية ترجي رياضي تونسي بالأهلي المصري غدا انطلاقا من الساعة 8 مساء على ملعب حمادي العقربي برادس. اليوم باش يكون الموعد مع الندوة الصحفية الخاصة بالإطار الفني للترجي وكذلك الأهلي المصري صحبة أحد اللاعبين، أيضا الحصة التدريبية الأخيرة لكلا الفريقين قبل المباراة. بالنسبة لمنافسة الترجي أكيد الحصة التدريبية الأخيرة ستكون على ملعب رادس الذي سيحتضن يوم الغد المباراة، بما أنه حصته التدريبية الأولى في تونس كانت البارح على فرعي رادس بالنسبة للأهلي المصري. بالنسبة للترجي البارح كان الموعد مع حصة التصوير الخاصة بموقع الكونفدرالية الإفريقية الخاصة بالصور والفيديوهات لهذا الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكأس الاتحاد الإفريقي. كل المجموعة موجودة على ذمة المدرب كاردوزو مدرب الترجي الرياضي التونسي لمباراة يوم الغد. الجديد على مستوى هذه المباراة هو البلاغ الصادر عن وزارة الشباب والرياضة البارح اللي تعلم فيه جماهير الترجي وأنه وقع الترفيع في عدد تذاكر المباراة مباراة الدور النهائي إلى 34,000 بعد ما كانت 27,000، يعني زيادة تقريبا ب 7,000 في انتظار بلاغ تفصيلي من الهيئة المديرة للترجي بخصوص عملية بيع التذاكر كيف ستكون قبل 24 ساعة من المباراة، كذلك الأماكن الخاصة بهذه التذاكر على مستوى الملعب ملعب رادس. أكيد ننتظر هذا البلاغ التفصيلي من الهيئة المديرة للترجي بالتشاور مع السلطات المعنية بخصوص 7,000 تذكرة اللي وقع إضافتها لجماهير الترجي لحضور مباراة يوم الغد. نذكر 17,000 مشترك بالنسبة للترجي و 9,000 تذكرة وقع تسويقها البارح، نفذت التذاكر البارح الخاصة بمباراة الدور النهائي ليوم الغد. إن شاء الله كل التوفيق للترجي الرياضي التونسي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة سيديرها الحكم الجزائري نذكر مصطفى غربال. على مستوى تقنية الفار باش نلقاو دحان بيدا الموريتاني وموكان سانجا سليمة موغان سانجا الرواندية. إن شاء الله كل التوفيق للترجي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب اللي باش تكون نهار 25 ماي الجاري في استاد القاهرة. كرة القدم في تونس الموعد باش يكون انطلاقا من اليوم مع الدفعة الأولى لمباريات دور الثمن النهائي لكأس تونس لكرة القدم انطلاقا من الساعة 2:30 ظهرا. ثلاثة مباريات في البرنامج بالنسبة لليوم. القوافل الرياضية بقفصة يستضيف الملعب التونسي بإدارة الحكم محمود قصيعة، النادي القربي يستضيف النادي الإفريقي بإدارة الحكم أمير العيادي، ومحيط قرقنة يستضيف مستقبل مرسى بإدارة الحكم فرج عبد اللاوي. في آخر أخبار النادي الإفريقي رباعي الأجنبي سيغيب بالنسبة على تشكيلة النادي الإفريقي، هذا طبعا إلى جانب غيابات أخرى بسبب العقوبات والإصابة. بالنسبة للنادي الإفريقي البارح وزير الشباب والرياضة كان استقبل أعضاء الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي للنظر في الوضعية المالية والتسيير اليومي للنادي وخاصة المشاكل المالية اللي يعني صعب تسيير الأمور الإدارية والفنية في النادي الإفريقي في الفترة الأخيرة والنظر في الحلول المتاحة لتجاوزها. نكمل مع برنامج مباريات كأس تونس الدورة الثمن النهائية. الدفعة الثانية ستشمل مباراة الأهلي الصفاقسي والنجم الساحلي المبرمجة ليوم الغد السبت بإدارة الحكم مراد الجربي، ويوم الأحد الدفعة الأخيرة من لقاءات هذا الدور من الدورة الثمن النهائي الاتحاد المونستيري مستقبل جابس بإدارة الحكم أشرف الحركاتي، والمباراة هذه ستكون دون حضور جمهور. تقدم سقية الدائر أيضا يستضيف النادي البنزرتي دون حضور جمهور بإدارة الحكم نعيم حسني، سبورتينج بن عروس شبيبة العمران بإدارة الحكم علي مختار ومحمد علي قروية سيدير مباراة الأولمبي الباجي وأمل جربة ميدون. في
آخر أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى، وبعد أخذ ورد بخصوص تدريب سيف غزال لفريق اتحاد تطاوين والعقوبة المسلطة على هذا المدرب من قبل الرابطة، وقع الاتفاق على أنه سيف غزال رسميا يباشر اليوم مهامه على رأس اتحاد تطاوين، والإشراف على أول حصة تدريبية سيكون اليوم بالنسبة لفريق اتحاد تطاوين. من أخبار كرة القدم إلى أخبار كرة السلة، البارح كان الموعد مع لقاءات الجولة الثانية بالنسبة لمجموعة تفادي نزول البلاي أوت. النجم الساحلي كان فاز على الزهرة الرياضية 94-73، الدالية الرياضية بغرومبيليا فازت على نجم حلق الواد 86-50، شبيبة المنازة فازت على اتحاد الأنصار 64-50. في الرياضات الفردية وكالعادة وكما عودتنا بالذهب، بروعة ليلي من جديد وفية لعادتها على منصة التتويج، الذهب لبطلتنا التونسية البارالمبية والعالمية من خلال بطولة العالم في رمي الجلة اللي دور فعالياتها بمدينة كوبي اليابانية. روعة ليلي تهدي تونس الذهب في رمي الجلة، كل التوفيق إن شاء الله لروعة على مستوى الألعاب البارالمبية إن شاء الله هذه الصائفة في باريس، وإن شاء الله أكيد كل الأمال معلقة على رياضينا في هذه الرياضة من أجل تحقيق إن شاء الله ميداليات ومنصة التتويج في بطولة الألعاب الأولمبية أو الألعاب البارالمبية. برافو روعة ليلي، ذهب في بطولة العالم في رفع الجلة. إلى أخبار الكرة الطائرة في تونس، بعد حسم الأمور على مستوى البطولة للأكابر، التشويق والتنافس يتواصل على مستوى السيدات ولقاءات الجولة الثالثة الذهاب لمرحلة التتويج اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة 6 مساء. مباراة ستجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي على مستوى السيدات في مجموعة التتويج، وفي كأس الجامعة أيضا في 6 الجولة الثانية ذهاب ستجمع أهلي حمام الشط باتحاد قرطاج. ختام فلاش سبور، سيكون جولة سريعة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية. في الدوري الإسباني، برشلونة ينتصر خارج القواعد على ألميريا بهدفين مقابل صفر البارح، وفالنسيا ينقاد للهزيمة أمام ريال سوسيداد هدف مقابل صفر، التعادل في مباراة لاس بالماس وريال بيتيس بهدفين مقابل هدفين. في دوري روشن السعودي، الخليج يتعادل مع اتحاد جدة هدف مقابل هدف، ويحرم اتحاد جدة من المشاركة في الدوري الآسيوي العام عام القادم، الدوري المنتظر في نسخته الأولى بالنسبة للأندية الأسيوية لكرة القدم. والطائي فاز على الفتح البارح 3-1، وأكيد الأنظار ستتجه هذا المساء في 7 لدرب الرياضة الذي سيجمع النصر بالهلال البطل، بطل الدوري السعودي لكرة القدم. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء. ميكانيك، آخر أخبار السيارات، كل كبيرة وصغيرة في عالم